السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كيجي؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنخش على مراجعة في اللغة العربية، هنكمل الدودة. نراجع مع بعض كده الحروف مع بعض: ألف باء تاء، بعد التاء ساء. برافو يا كيجي، ها كملوا معايا. جيم حاء خاء دال، بعد الدال زال. برافو يا كيجي. راء زي. برافو يا كيجي. سين شين، بعديها صاد ضاد طاء ظاء عين، بعد العين غين، بعد الغين ها مين هيقول معايا يا كيجي بعد الغين؟ ف، وبعد الف قاف كاف لام. برافو، ها مين هيقول معايا بعد اللام؟ ميم نون ه واو يه. برافو يا كيجي، برافو. دلوقتي احنا كملنا مع بعض الدودة، مين بقى الشاطر معايا اللي هيكمل الحرف التالي؟ افكر كده مع بعض، ده كان حرف ايه؟ برافو، شين شجرة. بعد الشين شجرة ايه؟ سين شين صاد. برافو يا كيجي، صاد. برافو، وده حرف ايه؟ الطبق اللي تحتيه نقطة، حرف ايه؟ برافو يا كيجي، ب بطة. طيب الباء بعدها حرف ايه؟ ها مين هيفكر معايا؟ تاء. برافو يا كيجي، وده حرف ايه يا كيجي؟ لام ليمونة، بعد اللام لام ميم. برافو يا كيجي، وده حرف ايه؟ اللي في بطنه نقطة. يلا نفكر مع بعض. برافو، حرف الجيم، بعد الجيم ح. برافو يا كيجي، برافو، وده حرف ايه؟ ميم، بعد الميم مين الشطور اللي هيقول معايا بعد الميم ايه؟ بعد الميم نون. برافو يا كيجي، برافو، وده حرف ايه؟ يلا كلنا نفكر مع بعض. برافو، كاف كتاب، بعد الكاف ايه؟ لام ليمونة. برافو يا كيجي. طيب احنا خدنا مع بعض ازاي نكمل الدودة، وراجعنا الحروف من الالف لحد الياء، تمام، وعرفنا الحرف التالي بتاع كل حرف موجود معايا. هنوصل للسؤال الثالث، والسؤال الثالث بيقول ايه؟ بيقول وصل يا حلوين الفرق ما بين الحرف وهو قافل ايده والحرف وهو فاتح ايده. طيب ده حرف ايه؟ يلا يكيجي نراجع مع بعض، ده حرف ايه؟ برافو، سين سمكة. بعد السين سمكة فين هنا؟ دي ولا دي ولا دي؟ برافو، هي فتحة ايديها بتبقى عاملة كده. برافو يا كيجي، ها ده حرف ايه؟ كاف كتاب. فين كاف كتاب؟ برافو، لما بيتفتح الحرف بيبقى شكله كده، او بيبقى في اول الكلام او في نص الكلام، لكن ده بيبقى في اخر الكلام، وده بيبقى في اول الكلام او في نص في اخر الكلام، تمام. ده حرف ايه؟ حرف العين. عين، عيني دايما بنقولها. طيب فين العين؟ في اول الكلام وفي نص الكلام، اهي. برافو يا كيجي. وبكده النهاردة خلصنا معانا مراجعة سان كيجي، كل الحروف احنا خدناها مع بعض بمختلف الاسئلة، ويا رب اكون فدتكم. السلام عليكم.